الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، لعلنا أن نحظى بذلك أجراً من رب العزة والجلال وثواباً على قراءة العلم ومدارسته، ولعلنا نحظى بتنزل الملائكة وغشيان الرحمة وذكر الله عز وجل لنا، فلعلنا نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتدارس ما فيها من الأحكام. فليتفضل القارئ بارك الله فيه وغفر الله له مشكوراً. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الإهلال برفع الصوت والتلبية بنوع النسك، لأن الإهلال مأخوذ من هل الشيء بمعنى اتضح وظهر. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أن يعلق مريد النسك نسكه على نية غيره، فعلي رضي الله عنه لم يسمي أي نوع من أنواع النسك يريد أن يلتزمه بل علقه، فمريد النسك قد يحج متمتعاً أو قارناً أو مفرداً أو يكون معتمراً، فهنا علي رضي الله عنه لم يقم بذكر نوع النسك الذي يريد أن ينسكه، وإنما علقه بنسك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز أن يحرم الإنسان بدون أن يسمي نوع النسك الذي يريد أن يفعله، لأن علي رضي الله عنه لم يسمي نسكه وإنما علقه بنسك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز أن يقلب الإنسان نسكه من نوع إلى نوع آخر، لأنه لم يعين بداية الإحرام لتعيين نوع النسك. وفي الحديث أن من لم يسق الهدي وكان سيقدم إلى مكة قبل الحج بوقت فالأفضل له أن يتمتع، كما قال بذلك الشافعي وأحمد، وقال الإمام مالك: الإفراد أفضل، وقال الإمام أبو حنيفة: القران أفضل. وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تفضيل التمتع لمن لم يسق الهدي. وفي الحديث أن من ساق الهدي فإنه لا يتمتع بل يبقى على إحرامه. والأظهر من جمع الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولذلك بعد أن طاف وسعى لم يتحلل بل بقي على إحرامه، فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وبقي على إحرامه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء منيخ، فقال: أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، هل سقت معك من هدي؟ قلت لا لم أسق، فأمرني فقال طف بالبيت وبالصفا والمروة، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي من نساء بني قيس فمشطتني أو غسلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، فقدم عمر رضي الله عنه فذكرته له، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. في هذا الحديث من الفوائد ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ إلى اليمن من أجل الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من اختلافات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى الحج قدم وصل إلى مكة في صبح اليوم الرابع من ذي الحجة، فطاف وسعى ثم ذهب إلى البطحاء فبقي هناك يصلي الصلوات قصرا كل صلاة في وقتها. فدل هذا على أن من أتى للحج لا يلزمه أن يصلي الصلوات كلها في مسجد الكعبة. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يسأل الإنسان غيره هل حج أو لم يحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال عبد الله بن قيس. والذي يظهر أن ثيابهم في ذلك الزمان متنوعة، منها ما يشبه ثياب الإحرام، وبالتالي سأل أو أشكل أمر عبد الله بن قيس على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية الإهلال بالتلبية بالنسك ورفع الصوت بذلك. وفي الحديث جواز أن يعلق الإنسان نوع نسكه على نوع نسك شخص آخر، كأن يكون تابعاً له فينوي أن نسكه يماثل نسك ذلك الشخص. وفي الحديث جواز أن يهل الإنسان بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة بأن هذا إنما كان في زمن النبوة، كما رأى الإمام البخاري ذلك، حيث لم يكونوا يعرفون نوع نسكه بخلاف من أتى بعده. وفي الحديث سوق الهدي بالنسبة للحاج، وفيه من الفوائد أن من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يتمتع. وفي هذا الحديث أن من أطلق إحرامه جاز له أن يختار من أنواع الإحرام ما شاء، فمن قال لبيك اللهم ونوى الدخول في النسك حال وجوده في الميقات جاز له أن يصرف إحرامه إلى أي نوع من أنواع النسك تمتعاً أو قراناً أو إفراداً. وفي الحديث أن من قدم إلى مكة قبل الحج بمدة ولم يكن معه هدي فالأفضل له أن يتمتع. وفي الحديث أن المتمتع يقدم الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ويتحلل ويأخذ شيئاً من شعره. وفي الحديث جواز أن يفعل الحاج المتمتع بين عمرته وحجه ما شاء من الأفعال، وأنه يعد بذلك حلالاً، يجوز له أن يفعل ما منع منه حال الإحرام. وفي الحديث أن المتمتع يهل بالحج إهلالاً مستقلاً
عن إهلاله لعمرته. وفي الحديث أن عبد الله بن قيس من فقهاء الصحابة وأنه كان من المفتين. وفي الحديث أن عمر كان ينهى عن تمتع الحج، ينهى عن المتعة في الحج، وذلك لمعنى ألا وهو أنه أراد أن يأتي الناس بعمر في بقية أشهر السنة لئلا يفرغ الطواف ويقل الناس في الحرم، وبالتالي نهى عن التمتع. ولذا قال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وكأنه أشار إلى قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فكأنه قال لا تتمتع ولا تحل بين عمرتك وحجك، بل عليك أن تجعلها نسكا واحدا تاما. ويرد هذا القول قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقوله وإن نأخذ بسنة النبي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يتحلل بين طوافه وسعيه الذي كان أول قدومه وبين وقوفه يوم عرفة. ولكن السنة لا تقتصر على السنة الفعلية، بل السنة القولية أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بقلب نسكهم من حج الإفراد إلى التمتع. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز أن تقوم المرأة بتمشيط رأس قريبها من محارمها، وأنه لا حرج في ذلك. وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما اختلفا وهما بعسفان في المتعة، عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا لبيك بعمرة وحجة، وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. من المعلوم أن الأنساك ثلاثة أنواع، أولها الإفراد بالإتيان بحج لا عمرة معه، وثانيها التمتع بأن يعتمر الإنسان ثم يتحلل من عمرته ثم يأتي بالحج، وثالثها القران بأن يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد. وكما تقدم أن عمر وكذلك عثمان كان يريدان أن لا يخلو البيت في جميع أيام السنة، ولذا كانوا يأمرون الناس بإفراد الحج من أجل أن يأتوا بعمرة مستقلة في بقية أيام السنة. ولنهيهم عن حج التمتع ظن بعض الناس أن المقصود بذلك النهي عن نكاح المتعة، وهذا ظن خاطئ، فإن نكاح المتعة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، وبالتالي فالنهي عنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يجمع الإنسان بين العمرة والحج في سفرة واحدة، وقد استدل علي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قارناً فجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، إلا أنه لم يفرد أعمال العمرة عن أعمال الحج لكونه قارناً. وفي الحديث من الفوائد أيضا مشروعية القران في الحج وأنه لا حرج فيه على الإنسان. وفي الحديث تقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم
على أقوال الرجال مهما بلغت منزلتهم. وعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، فما يمنعك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هدي وأحل من الحج. في الحديث من الفوائد مشروعية قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع قبل يوم عرفة، وبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، والأمر بذلك على سبيل الوجوب خاص بالصحابة، وأما الجواز فإنه مستمر بعد وقته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من قلب نسكهن من الإفراد إلى التمتع، فدل هذا على جواز فسخ الحج بعمرة كما قال بذلك فقهاء الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم. وفي الحديث أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل منه بعد طوافه وسعيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن الأصل هو مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ولذا سألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله في كونه لم يقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع أو القران إلى التمتع. وفي هذا دلالة على أنه إذا تعارض الفعل النبوي مع القول فإنه يسعى إلى الجمع بينهما بحمل أحدهما على محل والآخر على محل، وأنه لا يصار إلى ترجيح الأقوال على الأفعال إلا إذا عجزنا عن الجمع بينهما. وفي الحديث جواز تلبيد المحرم لرأسه بأن يضع فيه مادة تجعل شعر الرأس يلتصق فلا يدخل فيه الغبار، وقد كانوا يفعلون ذلك بالعسل من أجل أن يبقى المدة الطويلة لا يحتاج إلى التنظيف. وفي الحديث أيضا مشروعية تقليد الهدي، وكانوا يضعون على ما يخصصونه ليهدى إلى البيت علامة بأن يضعوا حبلا على رقبته في طرفيه نعال من أجل أن يعلم كل من شاهده بأنه هدي فلا يتعرض له. وفي الحديث من الفوائد أن الحاج لا ينحر هديه إلا في يوم النحر. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن القارن يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه، والجمهور على أن التحلل يحصل برميه جمرة العقبة وحلقه أو تقصيره، وقالوا بأن المراد بالحديث وقت النحر لا ذات النحر. وعن أبي جمرة الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس كأنهم كرهوها، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. فنمت فرأيت في المنام كأن رجلا ينادي يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: قلت لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. اختلف الصحابة في جواز حج التمتع كما تقدم، فكان عمر وعثمان وطائفة ينكرون هذا النوع من أنساك الحج، ويريدون ألا يعرو البيت من زائريه، وكان طائفة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وابن عباس يرون أن نسك التمتع باق، وأنه يشرع للإنسان أن يتمتع فيعتمر ثم يتحلل ثم يحج من عامه، وكان الناس يختلفون في هذا. فوقعت حادثة في زمن أواخر الصحابة من قبل أبي جمرة الضبعي، حيث تمتع ونوى أن يحج متمتعا، فنهاه بعض الناس وقالوا: نسك التمتع ينهى عنه عدد من الصحابة وهو مختلف فيه بينهم، فلا تتمتع، كأنهم كرهوها. فذهب إلى عالم كبير من علماء الصحابة وهو ابن عباس، فسأله عن حج التمتع، هل يحج متمتعا أو لا؟ قال: فأمرني بها، فقال: تمتع. وسألته عن الهدي، لأن الله قد قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقال: لك أربعة أشياء، إما أن تذبح بدنة، ناقة من الإبل أو جملة، وإما أن تذبح بقرة، وإما أن تذبح شاة، أو أن تشترك مع غيرك في ذبح بدنة أو بقرة، فإن البدنة تجزئ عن سبعة أشخاص. فنام أبو جمرة الضبعي فرأى رؤيا في المنام كأن رجلا أتاه وأصبح ينادي يقول لأبي جمرة: حج مقبول وعمرة متقبلة. فكان في هذا فرح له بصحة العمل الذي أداه، وأنه لا حرج عليه في التمتع. وفي هذا استبشار الإنسان بالرؤية المفرحة التي يراها في منامه. وفي الحديث إخبار الإنسان بما رآه من رؤيا منامية، ولذا أخبر أبو جمرة بن عباس بما رآه. وفي الحديث مشروعية أن يقول الإنسان الله أكبر عند سماعه لما يسره أو ما يستعظم مكانته أو ما يفرحه. وفي الحديث الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد ابن عباس أن يبقى أبو جمرة عنده من أجل أن يطمئن الناس الذين يسألونه عن حج التمتع، ليكون هذا سببا من أسباب زوال ما يكون عندهم من التردد في حج التمتع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال: رجل برأيه ما شاء. في هذا الحديث الإشارة إلى ما ذكرته من الخلاف في حج التمتع. وعمران بن حسين ممن يرى مشروعية حج التمتع، واستدل عليه بأدلة، أولها أن آية التمتع موجودة في القرآن في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والأمر الثاني، الدليل الثاني، أن الصحابة رضوان الله عليهم
قد فعلوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، واستمر الأمر على ذلك، ولم يرد نهي ولا نسخ لذلك، مما يدل على مشروعية حج التمتع. واستدل ثالثاً بأنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حج التمتع. وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائناً من كان، فكلام الله وكلام رسوله يقدمان على كلام الناس وأفهامهم وآرائهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى. في هذا الحديث بيان المواطن التي يدخل منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، والمواطن التي يخرج منها، فكان يدخل من الجهة الشمالية ويخرج من الجهة الجنوبية. ولكن لاحظوا في هذا أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواطن لكونها أسهل في دخوله وفي خروجه، ومن ثم فالسنة في هذا الباب أن يختار الإنسان أسهل الطرق لدخوله وأسهل الطرق لخروجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة عام الفتح دخل من أعلاها من كداء، وخرج من أسفلها من كدي. هذا كما تقدم بيان المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة منها، والمواطن التي يخرج من مكة بواسطتها. وهذه المواطن إنما هي لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أسهل الطرق وأفضلها، ومن ثم يشرع ويستحب لكل إنسان أن يختار من الطرق ما يكون أسهل لدخوله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا من رباع أو دور؟ وكان عقيل رضي الله عنه ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤبوهم. في هذا الحديث من الفوائد سؤال الإنسان غيره عن حوائجه وأفعاله المستقبلية، كما سأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين تنزل غدا؟ وفي الحديث من الفوائد أن المسلم لا يرث الكافر، ولذا لما مات أبو طالب لم يرثه أبناؤه المسلمون كعلي رضي الله عنه، وإنما ورثه أبناؤه غير المسلمين كعقيل وطالب. فهؤلاء عند موت أبي طالب كانوا أحياء فورثوا منه، وأما جعفر وعلي فقد كانوا عند موت أبي طالب من المسلمين، وبالتالي لم يرثوه. وفي هذا دلالة على أن أحكام أبي طالب في الدنيا أحكام الكفر لا أحكام الإسلام،
وأما الشهادة له بالجنة أو النار فأمرها إلى الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يجزم بمقام أحد في جنة أو نار إلا بناء على دليل ثابت في الكتاب والسنة. وفي الحديث من الفوائد أن الكفار لا يرثون المسلمين ولو كانوا قرابة. وفي الحديث سكن الإنسان حول المدن، وكما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بخيف بني كنانة المحصب. وفي الحديث من الفوائد التشنيع على الأحلاف الجاهلية التي تبنى على الظلم والتعصب والتحيز ومنع الناس من حقوقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق أيضا أنه إذا أسلم الكافر بعد موت مورثه والميراث لم يقسم بعد فإنه لا نصيب له في الميراث، خلافا لبعض الفقهاء لعموم قوله لا يرث الكافر المسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا إخبار الإنسان بما سيفعله عن قرب، خصوصا من ذلك أن يخبر من معه من قرابة ومرافقين حتى يهيئوا أمورهم لذلك. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز أن ينزل الإنسان في موقع قد جرى فيها شيء من مخالفة الشرع. وفي الحديث بقاء الإنسان في المحصب خارج حدود المشاعر في أيام منى. وفي الحديث التحذير من الأحلاف الجاهلية التي تكون بمنع الناس من حقوقهم ومصادرة قدرتهم على التصرف في أموالهم. وفي الحديث من الفوائد أيضا ذكر ما يتعلق بالمشيئة، وأن الإنسان إذا أخبر عن أمر مستقبلي فيقيد كلامه بتعليقه بمشيئة الله تعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. وفي الحديث ذكر الأحلاف الجاهلية التي كانت تبنى على الظلم وأخذ حقوق الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. في هذا الحديث ذكر ما يكون في آخر الزمان من علامات الساعة الصغرى. وفي الحديث أنه لا يؤمن أن يأتي زمان يخرب فيه البيت ويمنع الناس فيه من الحج، ولذا كان من القربات أن يسعى إلى إبعاد هذا الإفساد عن البيت. ونحن نشاهد في عصرنا الحاضر ما من الله جل وعلا به من عمارة هذا المسجد ومن كثرة الوافدين لأداء الأنساك إلى البيت، وبالتالي فإن السعي في بقاء ذلك قربة من القربات التي يتقرب بها
لله جل وعلا، ونحن لا نأمن أن يكون هناك زمان قد نشاهده وقد يشاهده غيرنا يحدث فيه ما يضاد مقصود الشرع من ذلك. ولذا فإن من المتعين شرعاً على كل مسلم أن يسعى لإزالة أسباب الظلم وتخريب البيت ومنع الحجيج وصد الناس عن بيت الله الحرام. وفي الحديث ذكر ما يفعله ذو السويقتين، وهو رجل من الحبشة، وذو السويقتين بمعنى أن له ساقين غريبين، وقد ورد أنهما ساقان مائلان، وقال كأني به أفحج. وبالتالي فذكر شيء من هذه الصفات يجعل الناس يتحرزون من أهل هذه الصفات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستباح هذه الكعبة حتى تستبيحوها أنتم، فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشاً كانوا يصومون عاشوراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية قبل أن يفرض رمضان، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، وأمر بصيامه حتى فُرض رمضان، فلما فرض الله رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم نجى الله فيه موسى. وكان العرب في الجاهلية يصومون هذا اليوم، وفي أوائل الإسلام كان صيام يوم عاشوراء واجباً من الواجبات ومن الأمور المتعينة. فلما فُرِض شهر رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء وبقي على الاستحباب. وقوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، يعني قبل نزول الوحي عليه وقبل أن يفرض رمضان. وكان يوم عاشوراء من الأيام التي تكسى فيها الكعبة. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم قالوا: صامه موسى لما نجاه الله شكراً لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فأمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء. فلما فُرِض صيام شهر رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء وبقي على الاستحباب. وقد ورد في فضل صيام عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أحتسب على الله أن يكفر به سنة. وفي هذا الحديث ذكر ما كان للكعبة من الأعمال التي تعمل، وأنهم كانوا يعتنون بكسوتها من الزمان الأول، وأنهم كانوا يكسونها في يوم عاشوراء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. قوله ليحجن البيت أي سيستمر الناس في حج البيت حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان
يخرجان في آخر الزمان يأكلون ما يكون أمامهم ولا يبقون منه شيئا. وقد أخبر الله عز وجل عنهم في سورتي الكهف وسورة الأنبياء. وفي الحديث من الفوائد استمرار أداء فريضة الحج وأداء العمرة. وفي الحديث أيضا تحرز الإنسان من ورود ما قد يشغله ويشوش عليه عن أدائه لنسك الحج والعمرة. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم خيرا وأن يكفيهم كل سوء، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ هذا البيت من كل سوء ومن كل محاولة لتدنيسه بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.